هو بعينه بغباوته وشكله العكر. يا عسكري مخالي شل يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. كده كن استنى نمرتك يا عسكري. هد ما حفظة ما يا عسكري عد لدورك. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. اول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص طقم المدفع عد. ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره اخلص طقم مدفع عد. بروروم شغلتك على المدفع بروروم. ما هو يا شاويش عطيه اصل الحكايه.